بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحاولو العبد العبيد وحان كميد هاي ورياش الصوماليات يكون اردالك تركيقا وحان عدكي وكبيرنيا ورياش الصومالي لان دريا عد سيقا وكو ادن سيدين تا سمفالي وري عبد مالك موسى عالدون او انتا انكا اقانو اه وري سمفالي بلشد سيوين لوغي اقانو اسلامر كانا اد اساعدة دوتك الصوماليات دي بنياشا اه مدح وينها الصومالي لان وحان كو عدسانيا iyadoo ay soo dhawdahay bisha barakeysan ee Ramadaan in markaas codsigeen oo tixgeliyo isla markaana uu sii daayo Cabdi Malik Muuse Cooldoon wariyaha Soomaaliland ee baaq diray ayaan codkeey ku biirinaya madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad sii deeyso oo aad cafis u fidiso Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo muddo sanado ku xiran xabsi ku yaala magaalada Hargeysa waxaan rajaynayaa codsigeena inaad tixgeli doonto insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم انا مقعيق وعلى هذا المؤمن وحان ربا انا بيريو عطسيقي قلبتا كسوبة حي ورياشة كسوغان مقالة هرقيسة سومالي لان لغو دالبنايي ان لسيدا يو سمفالي عبد المالك موسى عالدون او اه وريي انت بضان لغو قران اوغا او قريميدا يو حدلدا دادكا لبان اما نرشود هو سيسو عبد المالك انت انك اوغا هاي وحا اوحرين هاي مدو نا سند اه سيدا ان ماركتي باقي انا يو عطسيق انا كو شيغي اننا وحا سولو بشي بركيسنا دي رمضان سيدا اللي اوغي هاي او برامجي سي عبد المالك لولا سو عن جرينا مارك رمضان كلا قارو وحا او كالمين جري برنامج كي سي عانك اهانا كو كالمين جري كالمين كوان ضدك ضنيرت اه لإلو بي sida daraadeed waxaan anigu ku biirinayaa wariyaha Soomaaliland codkayga leeyahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in codsigeena aad aqbasho oo aad sii deeyso cafisna u fidiso bisha barakeysan ee Ramadaan aawadeed wariye Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo ah samafale la garan og yahay sanadna xiran madaxweynaha codsigeena inaad maqasho ayaan ku rajaynayaa